مساء الخير. يبدو أن أطفالنا هن عرضة للإصابة بالكوليرا بنسبة مرتفعة جدا، إلى درجة قد تؤدي لخطر الوفاة. فقد لوحظ أن نسبة الإصابات لدى الأطفال هي الأكبر من حيث الفئة العمرية. فليش الأطفال وكيف منقدر نحن نحميهم بالمنازل والمدارس؟ كل التوضيح مع ضيفنا الطبيب في الأمراض الجرثومية دكتور عيد عزار. أهلا وسهلا فيك. هاي دكتور عزار، بحسب تقارير وزارة الصحة اليومية بشأن الكوليرا نطلع على الفئة العمرية، بنلاقي دائما أنه الإصابات لدى الأطفال هي دائما عم بتكون الأكبر، خصوصا يلي عمر تحت 5 سنين، وطبعا لاحقا بصير الأكبر الفئة العمرية تبع الأطفال من 5 ل 15 وأكثر. فليش الأطفال دكتور عزار؟ كلنا بتنتقل عبر الخروج والخروج البشري، واكيد في تتخيل ان الاولاد بعضهم ملاحظات او اول ما يبلشوا يتنظفوا ما بيقدروا يعملوا نفس نوعيه النظافه اللي بيعملوها من اكبر سنا، بقى اني عرضه اكثر ليتعرضوا للفيكال ماتيريال او الخروج البشري، وهذا اذا فيه كوليرا بينصابوا بنسبه اعلى. ثاني شيء، في حال انصابوا بيعملوا اكثر من غيرهم عوارض، لانه كميه المي بجسم الولد قليله. نعم. واذا عمل السيل كسر شقفه من المي دغري ببينوا عليها العوارض. فوسط المبين الاساسيه اللي بخلي عدد المشخصين عند الاطفال يكون اعلى. العوارض لدى الاطفال هل هي نفسها لدى الناضجين ام هناك عوارض يمكن نعم بتكون اكثر شده؟ لا، نفس العوارض، نفس السبب هو السيل بتخسري فيه مي. نعم. بس اكيد اذا كان عمرك 30 سنه بتروحي بتشربي مي بتعوضي عن الخسائر تبعي. إذا عمرك سنتين ما بتعرفي تعملي هالميكانيزم هيدا، إذا عمرك سنتين والماي كمية الماي اللي بجسمك منا عالية، يعني في حالة عملتي مرتين ثلاثة أربعة سهيل بكمية دغري بنشف جسمك. فهو نفس المبدأ المرضي ولكن العوارض بصير شكلها أقوى وانتشارها أكبر عند الأطفال للأسباب اللي ذكرناها. نعم، علاج الأطفال هل هو أيضا نفسه لدى الكبار؟ يعني أم هناك أدوية يمكن منا كتير منيحة للأطفال إنه ياخدوها؟ لكن هلا في كثير الحكي عن قديش الانتيبيوتيك، الانتيبيوتيك هو علاج سنوي جدا للكوليرا. نعم. العلاج الاساسي بالكوليرا هو انك تقدري تعوضي الخسائر بالسوائل. وفي طريقتين لتعويض الخسائر، يا تعوضيهم من التم، لازم المريض ما عم يستفري وقادر يشرب، قادر تعبيه مي، شيء بيشبه المصل بس بينعطى من التم. وعندك الطريقه الثانيه اللي ما بيقدر ياخذ او اذا كان اسهال كميته قويه وصافة المي عاليه، تلقائيا بدك تروحي على تعبئته بالمصل. نعم، نصيحتك دكتور عزار للأهالي، لأن يمكن الأطفال في صعوبة إنه نقدر نعطيهم الدواء، يمكن في كتير أطفال بيرفضوا ياخذوا الدواء مثل ما بنعرف، فبهالحالة كيف بيقدر الحكيم والأهالي يتعاطوا مع الطفل؟ في حال صار حالة سهال قوية، بحكي كمية عالية من السهال. نعم. واللي بيعرفوا بربوا أولاد بشوفوا أولاد بيعرفوا بلشلش الولد. الولد ما بيخوف، كل شيء بعده عم بيلعب ويركض وحيله فيه. إذا حسوا ولد عمل سهال ولشلش يروحوا في عرق طوارئ، لأنه هذه هي الساعتين ثلاثة أربعة المهمين، واللي هن لو ترجع تعبيه ماي ترجع تعبيه ماي بترجع تقدر تلحقي تعالجيه من الكوليرا. أما في حال خسر كثير لسوائل ولشلش وخسر الإلكترونيت يعني أملاح من جسمه، ساعتها هون بصير في خطر على الحياة. نعم، بالنسبة للقاح كوليرا هل هو ايضا امن للاطفال ام مثل لقاح كورونا يمكن منه كثير امن؟ لا، مستعمل اللقاح، بس انه هلا نحن عمليا ليكون طلبت اللقاح ووصل اللقاح وقدرت ولقحت، بتصور بكل قرار عمل اللي عمله. يعني اليوم ديناميكيه المرض والتفشي السريع اللي فيه تفرض عليك هلا تكون مركزي اكثر على الترصد، يعني نعم. هلا كونتينمنت استراتيجي، يعني هلا لازم تضلك تترصدي وين في حاله ايجابيه، تفحصي الماي وين في كوليرا، تجربي تعزلي كل المصابين لما يعدوش ناس حواليهم. لانه اذا بدك تعمل خطه تكون العمود الفقري تبع الخطه هو التطعيم، يعني عمليا بين يجي التطعيم وتعمل خطه التطعيم وتتابعها، يمكن يكون صار التفشي صار وقطعت مرحله السيطره عليه. نعم. الانتقال للكوليرا من الحامل لدى الطفل، هل هذا معقول يصير دكتور؟ لا، بقلب قصدك بقلب نعم يعني الحامل انه تنقله للجنين. لا لا، للجنين ما بينقل. نعم، بس اذا سخنت الام، يعني اذا الام الحامل عملت مرض متقدم وعملت سيل خسرت كثير ماي،
بيقصد ضغطه، واذا قصد ضغطه ممكن يتاثر الجنين، ممكن يتاثر الجنين. نعم. نصيحه اخيره لحمايه الاطفال دكتور عزار للاهالي شو هي؟ بدك تشوفي المطرح ما انت عايشه، هذه اهم شغله. عندك بين 40 ل 50 مره خطر اعلى طلقه كورونا اذا كنت بعيده 100 متر على 200 متر عن حاله كوليرا، عن الحاله الايجابيه. بقى اذا منطقتك صار فيها كوليرا وصار فيها حالات، بدك تنتبه على كل السهيل، مراقبه السهيل هينه. انا بحكيله للاولاد انه في حال حدا فات على الحمام وعمل دياريه ماي يخبر وتم مراقبته، ومراقبه قلت لك وظائفه البشريه يعني بمعنى وعي ونشاط وهيك، وفي حال لشلش يروح على اقرب طوارئ. نعم. دكتور عزار بدي اشكرك على كل هذا التوضيح وعلى وقتك لنا، على امل انه طبعا انه نقدر نحصر الكوليرا، وخصوصا نقدر نهتم باطفالنا. وايضا هناك اخبار عديده انتشرت عن بكتيريا قد لا تموت بالغليان، وايضا عن تلوث بالصهاريج والمياه بالابار، وهي بتوصل على بيوتنا واللي ايضا بتقدر تاذي اطفالنا. فتوضيحات اكثر مع ضيفتنا المتخصصه في الامراض الجرثوميه دكتوره مدونة مطر. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. دكتور، في انتشر انه هناك بكتيريا تنتشر قد تسبب الكوليرا، وهي حتى بالغليان ما بتقدر تموت، والاسم هو ثيرمو توليرنت، ما بعرف اذا عم بلفظ صح، كوليفورمز. فصحيح هناك بكتيريا ما بتموت حتى بالغليان، لان هذا الشيء عم بسبب شوي هلع بين المواطنين. لا مش مزبوط. هلا هول اول شيء نحن خلينا نحكي على الكوليرا، ليه بدنا نقعد نحكي عن بكتيريا اللي ما خاصة هلا المشكل عندنا بلبنان هو الكوليرا. نعم. الكوليرا هي بكتيريا، والاوت بريك هلا بسوريا وهلا بلبنان هي الكوليرا. ليه بدنا نقعد نحكي عن بكتيريا ممكن تموت بالغليان وممكن ما تموت بالغليان؟ لان خافوا العالم اكثر انه هالبكتيريا تسبب الكوليرا، يعني ساعتها قد ما اخذوا وقايه قد ما عقموا معقول يلقطوا الكوليرا. مش مزبوط. بكتيريا اول شيء، بكتيريا الكوليرا هي بكتيريا اسمها فيبريو كوليرا، معروفه كيف نعم. بتموت وكيف بتجي وكل شيء. نحن الانسان كيف بده يلقطها؟ بده يلقطها او بالشرب المي او بالاكل الملوث. نعم. والمشكل الاساسي هو المي اللي ممكن تنخلط مع الصرف الصحي. اذا في بلد الانفراستركتور تبعه زابطة، يعني مية الشرب ما بتنخلط بمية صرف الصحي، لو فاتت عليه الكوليرا ما بتنتشر. دونك هيدي الكوليرا ما بتنتشر إلا بهالطريقة، بالمي وبالصرف الصحي إذا انخلطوا ببعضهم. ونحن بلبنان بنعرف ما عندنا كهرباء، في هرايين بكل الانفراستركتور بلبنان، هيدا هو المشكل الأساسي. وصلت الكوليرا الكوليرا عم تنتشر بهالطريقة، يعني بالأنهر نعم. بالنسبة مثلا للصهاريج، بالنسبة للصهاريج اللي عم تنقل المياه يعني، وحتى بعض عم بقول انه الآبار عنا ملوثة، هون كيف نقدر نحن شوي نحد من هيدا الموضوع ببيوتنا؟ نحن ايه ممكن تكون الآبار ملوثة والصهاريج اللي عم تنقل المياه ملوثة. هلا البلديات مع وزارة الصحة ومع كلهم عم بينسقوا مع بعضهم تا يجبروا السيترنات اللي عم تزق اول شيء طولها كمية معينة من الكلور للسيترنات. وإذا بعد ما انضبط هالموضوع وبعد ممكن يجينا سيترنات ما نحط كلور، نحن مفروض نحط كلور على خزاناتنا، لأنه ما فيك تأمني المي لا. جايبين لك إياها من وين وشو هي. هذا مشروع كتير كتير كبير هلا عم ينشغل عليه، بس إنه ما فيك تسيطر عليه بين جمعة ويوم ويومين. قصة المي يعني كل واحد، كل مواطن مفروض ينتبه على خزاناته وعلى المي اللي عم يشربها. مفروض تكون المي معقمة. كيف يعني؟ مثلا بحطه بليتر ماي نقطتين كلور، او اذا ما في كلور فيهم يغلوا الماي. اذا الماي وصلت للغليان دقيقتين ثلاثه خلص بتموت هالجرثومه. تمام. حتى في هناك مقال بصحيفه نداء الوطن بيذكر انه حتى ميه الشرب المكرره هي حقيقه غير مكرره في بعض المناطق الريفيه، وهي يعني ما يمكن تكون نائيه شوي عن بالاطراف ام لا، ولكن برضه هيدا خوف، يعني حتى مياه الشرب عم نخاف منها. فشو بالنسبه معلوماتك بهذا الموضوع؟
اكيد في خوف لحتى بمياه الشرب لانه كل الوقت ما في كهرباء وتتمشي تصير تكرير للمي بدك بومب تمشي على الكهرباء كله على الكهرباء واذا انقطعت الكهرباء المطر والميزوت وعم بقننوا وبيقطعوا اكيد في خطر ما فينا ننتكل على المي اللي عم تجي بيقولوا لك مي نظيفه ومكرره ما في مي هلا ما فينا ننتكل على هذا الموضوع نعم. ساعتها شو بنعمل بالنسبه لمياه الشرب يعني بدك تجيب المياه يكون نعم. مسكره ما اكيد ما اناني مسكره اللي نعم. بيقدر يجيبهم اكيد احسن واذا لا بدك تغلي المي او تحطي دوغوت دوكلور بكل لتر مي تنطري نص ساعه قبل ما تشربي يعني حتى الاطفال بيقدروا يشربوا شوي من الكلور اذا حطيناه مع المي ايه هلا هيدي كميات ما رح تاذي الانسان هاي الكميات نعم. مجبورين نعمل هيك احسن من ما تشربي كوليرا تشربي مي ممكن تكون فيها كوليرا نعم يعني بس انت يمكن انه الكلور يؤذي الاطفال فالاهالي عم بيكون عندهم هيدا الخوف لا نقطتين بليتر اذا بتابعوا كيف بتتنظف المي نعم. ما رح يؤذي يعني نقطتين بليتر يعني خليهم بس ياخذوا هالعيار ايه. نعم شو بالنسبة أكيد. ل نعم تفضلي كنت عم أقول إذا بيشتروا القنينة مسكرة خالصة مع مكررة مع شرك معروفة خلص بيطمنوا نعم. بالهم مش ضروري يزيدوا كلور نعم بالنسبة للأطفال عم بيروحوا على المدرسة على الجاردوري بالبيوت عم يلعبوا بذات الألعاب يمكن في ولد غسل إيديه يمكن الولد الآخر لا نصيحتك للحماية دكتور هلا بالجاردوري وبالمدارس كلهم انه عم بنسقوا وزاره الصحه مع وزارات تبع المدارس والاديوكيشن ولا كلهم بدهم ينسقوا مع بعض المهم المي اللي بنستعملها تكون نظيفه كلهم بده يحطوا بخزاناتهم كلور يامنوا مي نظيفه ومي الشرب مفروض كل اهل يعطوا هلا اذا هن ما قدروا امنوا كل واحد اهل يعطوا اولاده مي شرب مسكره نظيفه ليشربها نعم هلا الكوليرا ما رح تعدي هيك كثير بس بتعدي بالكل شيء نظافه نعم. يعني اذا فات على التواليت مفروض يغسلوا ايديهم ينظفوا يرشوا اذا حدا معه دياري اصلا مش مفروض يروح ولا على المدرسه ولا على الجاردوري بس اذا ثاقبت حدا عمل دياري هو هونيك سخن دغري بده ينسحب من هيدا وينظفوا كل شيء وينتبهوا والمسؤولين على الاولاد هن المسؤولين بالنتيجه في حدا مسؤول الاهل مسؤولين ومحل ما بحطوا اولادهم بده يكون مسؤولين عنهم كمان يعني هيدي شغله كلنا بدنا نساعد فيها كل واحد مسؤول عن تغطيه والا ما في شخص واحد يحلها كله صحيح دكتور سؤال اخير لحضرتك بس لان بعرف انك مرتبطه باجتماع بالنسبه لمياه ري المزروعات كان قيل انه في حال تم ري المزروعات بمياه مخلوطه بصرف صحي واخذنا نحن هذا تنقول الخضار او الفواكه وقد ما امناها طالما هي تم سقيتها بمياه مخلوطه بصرف الصحي مستحيل نقدر نحن نعقمها فشو بنعمل ساعتها دكتور؟ هل الاشياء في خضار اللي عليها اكثر شيء خطر وبيقولوا لك ما تاكليها اذا في كوليرا بهالمنطقه هي كل شيء ورقيات يعني مثل الخس مثل البقدونس البقلي كل هول بفرقوا على الارض وهول اللي صعب تقدري تنطفيهم اذا كانوا مسقيين من الاول بمي صرف صحي وهذا الشيء عم بيصير نحن عارفين دونك هول هن قد ما نعطيهم لان يمكن تكون العنق تبعهم شارب بقلبه في كوليرا ما حدا بيعرف قديه بدهم وقت وتيموتوا كيف وشو هولي بينصحوا كل شيء خضار يكون مسلوق يعني او مطبوخ مثل فيك تسلقي سلاد مثلا لوبيا وكوسه وهالاشياء فيك نعم. تسلقيها دونك انغلت ماتت اكيد ساعتها البكتيريا وساعتها فيك تاكليها نعم. هلا الفواكه كل شيء على الشجر وهيك اذا نقعتيه خلص المفروض يكون رح يكون بقلبه وفي شغله كمان حسب الاسيدتي مثلا الحامض اسيد الليمون ما بعيش فيه كثير بس كل شيء المفروض من برا نحن نقمه اذا اشربتيه خلص اذا ماكسيموم بتكون اما كونسانتي على القشر من برا هيدي البكتيريا نعم هول مستحب ما ناكلهم اذا في بالمنطقه كوليرا احسن واحد طبعاً. ما ياكل منه صحيح دكتور بدي اشكرك على كل هذا التوضيح وعلى نصايحك للاهالي وطبعا الجميع خصوصا بالنسبه للمياه وحمايه الاطفال من الكوليرا شكرا دكتور لكل هذا التوضيح شكرا لكم ولأن المدرسة هي البيت الثاني لأطفالنا معنا رئيسة اتحاد لجان الأهل بالمدارس الخاصة لمى الطويل أهلا وسهلا فيك
سيدة لما كنت أصدرت بيان دعيت فيه لإجراء فحوصات بالمدارس للتأكد من خلو مصادر المياه من الكوليرا، ولكن طبعا بدي أشير أنه هذه المياه هي أيضا موجودة في منازلنا وليس فقط بالمدارس. فشو رسالتك اليوم بالنسبة للوقاية من الكوليرا في المدارس؟ أنا بعتبر أنه هلأ نحن بظرف يجب التضامن والتعاضد بين كل بين الأهل وبين المدرسة، لأنه هذا الوباء ببيوتنا موجود وبالمدارس ممكن يكون موجود. هذا التعاضد بده يكون عبر لجان الأهل، يتأكدوا عبر فحوصات تنعمل بالمدارس لمصادر المياه لنتأكد أن هي غير ملوثة وتزود بالنتائج وزارة التربية. لما نكون نحن عم نتأكد أنه بالمدرسة المياه غير ملوثة، نفس الوقت الأهل مسؤوليتهم بالبيت يكونوا عم يعملوا كل الإجراءات الوقائية اللازمة، هيك منقدر نحد من أي انتشار. كمان في مسؤولية على المدارس أنه يبلغوا دائرة ترصد الوبائي بكل المناطق موجودة في حال ظهر عندهم أي حالة. يعني هيدا التعاون اللازم يصير بين الأهل والمدرسة ممكن ينقذنا من أي كارثة ممكن تقضي علينا. فعشان هيك أنا أطلقت هيدي الصرخة على المعنيين، على وزارة التربية تحدد مختبرات معينة تلجأ المدارس لهيدي الفحوصات لأنه كتير مهمة. نعم. منكون عم نأمن أولادنا، بلس إجراءات داخل التويلتس كمان بالمدارس، توعية من حيث النظافة والتعقيم للأطفال طبعا. فهون دور لجان الأهل يعملوا توعية للأهل، يراقبوا شو عم بيصير بالمدارس. دوري كمان نلعب دورنا بهذا الموضوع لنحن أولادنا. صحيح، في مدارس حتى أخذت بعض الإجراءات مثل أنه كل ولد هو يجيب مثلا النينتين ماي تبعه من البيت هيك بلا ما يستعمل المياه الموجودة في المدرسة، لا تفادي أنه يكون عندنا أي مسؤولية عن الموضوع. فشو رأيك بهيك إجراءات؟ هلا هذا الإجراء كتير منيح، بس نحن ما بدنا ننسى الوضع الاقتصادي اللي موجود بالبلد. يعني ما بعرف قد تكلفة نبعت قنينتين مي، هون اللي قادر أكيد بيقدر يعمل هيك، واللي ما قادر في سمعت أنا فينا نغلي المي، نغليها بس تنغلى نرجع نبردها ونبعتها مع البيت. يعني ما فينا نضغط على الأهل أكتر، ولما بنكون متأكدين إنه المدرسة مصادر مياهها غير ملوثة كمان هذا الشيء بيحمينا زيادة. نعم صحيح. بالنسبة للمدارس يلي يمكن كمان في تكلفة عليهم بالنسبة للتعقيم وإجراء الاختبارات وما هنالك، ليه في مدارس ما عندها هالقدرة المادية حتى تقوم بما تقدر المدارس الخاصة يمكن الكبيرة إنه تقوم فيها؟ فهون شو دعوتك لهم؟ بعتقد في وزارة التربية، في وزارة الصحة مثلا التكاليف الطبية كلها وزارة الصحة بالتعميم 41 أعلنت أنه هي على حساب الدولة في حال تمت الإصابة، في تم تنسيق. يعني أنا لحد هلأ ما شفت لجنة مثل ما صار وقت كورونا بوزارة التربية لمتابعة هيدي المواضيع. المدارس الرسمية مسؤولية وزارة التربية، المدارس الخاصة بعتقد عم تاخد أقساط بالدولار، التكاليف التعقيم ومواد التنظيف هي بتفوت عادة من ضمن الموازنة المدرسية. وطبعا إذا في حالات بتبين تثبت أنه هن غير مقتدرين لازم يتعاونوا مع لجان الأهل ويتوافقوا مع الأهل، لأنه هذا الشيء بيخدم مصلحة الجميع. عشان هيك أنا بلشت بموضوع التعاضد بين جميع أفراد العائلة التربوية. نعم. يعني سيدة لما بدي أشكرك على كل هذا التوضيح، على أما يكون في تعاون طبعا مثل ما حضرتك قلت بين المدارس والأساتذة والأهالي، لأن بالنهاية يمكن الأطفال هن تبين أنهم العرضة الأكبر للكوليرا، وبالتالي طبعا يجب حمايتهم خصوصا أنه المدرسة هي بيتهم الثاني. أي شيء بحب أضيفه؟ صحيح، هذه مسؤولية وطنية علينا جميعا على محيطنا مش بس بالمدارس، وين ما كان ننتبه لهذا الموضوع جدا جدا تما نوصل لكارثة وما نقدر نكفي عام دراسي. هون الخوف الأكبر. صحيح، خصوصا أنه طبعا بتأسع خطر الوفاة. ما بنحمل تعطيل عام دراسي، فالوقاية خير من العلاج. سيدة لما الطويل، شكرا لكل هذا التوضيح، وننتقل إلى فقرة الأخبار الكاذبة. صورة ادعى نشرينا أن تظهر عمليات تهريب للوقود بتونس في ظل أزمة سياسية واقتصادية، إلا أنه الصورة منشورة قبل سنوات ويقال أنه هيدي الصورة هي عنا بلبنان لتهريب المحروقات على الحدود اللبنانية السورية عام 2019 بحسب فرانس بريس.
وصورة أخرى أيضا لطابور قيل أنه لمواطنين جزائريين ينتظرون ملء قوارير الغاز، إلا أنه الصورة كمان ملتقطة عنا بلبنان بلد الطوابير بالعام 2021. وأخيرا صور بس مش عنا بلبنان ادعى نشرينا أنها تظهر زواج ابنة حاكم ولاية أونتاريو الكندية من لاجئ سوري ينحدر من مدينة حمص، إلا أن الرجل في الحقيقة هو ضابط شرطة يحمل الجنسيتين العراقية والكندية، وأيضا دائما بحسب فرانس بريس. Soak it up and have the time of our lives. We'll make these memories our own hall of fame. 'Cause we just wanna take it in. Yeah, we just wanna take it in. Yeah. هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، إلى اللقاء.